عندي الشطرة بالناصرية، وعندي بالأنبار، عندي حديثة، وعندي عانة وراوة وكبيسة، وعندي بغداد. بغداد يا بغداد، بغداد الحبيبة. وعندي اليوم عندي وطن. الوطن هو الانتماء، الهوية، الوجود. الوطن هو الحضن الأول، ومن ثم الأب الراعي. وطن المنصور، وطن الأعظم، والله لا أتخلى عنه، والله لا أتخلى عنه. كما ذكرت لك، يعني وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فهذه طبعا أخي لا يمكن أن أنساها، ولا يمكن أن تخرج من كياني. هذه بلدي، أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءه لإعادة بنائه، وأن لا يركنوا إلى الأجنبي الذي يخرب البلد. وهذا البلد والله أخي أمانة في أعناقنا، يعني إذا تخرب إحنا اللي نفرح، وإذا تعمر إحنا اللي نفرح. في بلادي عندنا النخل من كل صنوف أعراق، والبشر قبل الشجر منا أصل وعرق. لا تظن أبني بلد من غير ما أعرق البلد، يعني شعب، يعني مساحة ووطن. وطيور سعدي ترى شمان الجمن، وطن ما عاشران الرد والعشرتة، واطن قطعني مية كتر ألتم وصيح عراق. الله. الوطن يعني كل شيء في حياتنا، لا شك فيه. أن قلت لي حد الدنيا حسها نموت والوطن ما يموت، وقلت لي درب السيف جرحه منين ما يجها بيفوت، وقلت لي عيني التستح من ترابها هلا ما طفح بيها الملح، تلتهي بظلمة رمدها وما يصحيها الصبح. وقلت لي وجه الناس دفتر، نقرب هموم الجرح، شما غطت فيضة بتعبها تعدها صفنة وتنفضح. وقلت لي عشق الماي، زخة، وعشق البنادم نفس، وضيعاني بماي وجهك شوق باكر، ضيعاني وما لقتني تفوف أمس، ردت أصيح قبال جرحك، ردت أقول لك ها. وجاني الصوت عثرت الدنيا برسلها وضيعت درب الشمس. هذا الوطن وإحساسنا وارتباطنا وعشقنا النابع من عظمة هذا البلد. الوطن، ما تقدر توصفه بكلمة، تختزله بكلمة، يعني هو يمثل لك الأم والأب والروح والحياة، يمثل كل شيء للإنسان. يعني حتى الإنسان اللي يخترب ويسافر ويهاجر عن بلده ويحصل جنسية ثانية يبقى يتمسك ببلده. يعني صعب أو كذب إنسان يقدر يقول لك أني ما أشوف وطني وما أتابع أخبار وطني أو ما أحن الوطني. الوطن يعني ما تختزلها لا كلمة ولا جملة، شيء أكبر من الوصف. الطيبة والحب والبساطة كانت تجمع، كانت القاسم المشترك بين العراقيين، وأعتقد كل العراقيين يوافقوني على هذا الرأي. وشفت حلقات كثيره من برنامج استاذ بلال، كل الاخوان تحدثوا عن هذا، المنوال، عن هذه العلاقات التي جمعت العراقيين دون تمييز، دون طائفه، دون عرق، دون لون، وهكذا. ولذلك حينما نتحدث عن الذكريات نتحدث عن تاريخ، كامل للدكتور عبد الرحمن الجميلي، وبالتالي هذا التاريخ ان شاء الله سيبقى تاريخا مضيئا نستنير به طريقنا ان شاء الله الى ان يوم نلقى الله سبحانه وتعالى. صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، كالمد يصعد كالسحابة، كالدموع إلى العيون.
طبعاً الوطن قد يعني وجهات نظر مختلفة بالنسبة لكل إنسان، ولكن في حالتي أنا ومثلي ملايين العراقيين، الوطن هو أثمن شيء يمتلكه الإنسان، سيما وأن هذا الوطن قد تعرض لاغتصاب وتعرض لهجوم قسري، هجوم ظالم واحتلال بغيض. فكنا نحب العراق قبل 2003 مرة، والآن نحبه آلاف المرات. هذا العراق، إنه العراق، إنه حضارة وانتماء. العراق لا يعني لنا إلا أهلنا وإخوتنا وأحبتنا. العراق لا يمكن أن توجد مساحة في العالم أن يكون بديلا لها. سيبقى العراق هو العراق ولا غير العراق. ربينا بحضن صغار، المحبة تنحني وتبوس إيدك، ويصل للوطن عيونك يا جنة. لو أبقى أضحي بحياتي جميعها، ولو أسكب جميع الدموع، ولو أذرف، ولو أضحي بكل قطرة دم في الدم في جسدي، سوف لا أوافي للعراق. الوطن يعني لي البيت الكبير اللي أجد به الأم والأب والأخ والجار وصلة الرحم وكل معاني الكلمة. من أقول الوطن البيت الواحد أعني ما أقول. نحن فقدنا البيت، بيت الأب، وفقدنا البيت الكبير هو الوطن. لم نرى في هذه الحياة أجمل وأحلى من الوطن. وأنا أوصف الوطن كبصر سيدنا يعقوب عندما فقد بصره 40 عاما، وقال له ربه لا تيأس روح الله. فنحن بدون الوطن بدون بصر، بدون الوطن بدون بصر. الوطن بالنسبة لي يعتبر الحياة، يعتبر الهواء الذي أتنفس به. الوطن غالي جدا لمن يعرف قيمة الوطن. هواي ناس ما يعرفون قيمة الوطن ولا لهم لزوم بالوطن، لكن إحنا نعتبر نفسنا انعجلنا بالوطن وربينا بالوطن وأكلنا من أكل الوطن وشربنا ماء الوطن وتنفسنا بهواء الوطن. فالوطن يعتبر جزء كبير من تكويننا ومن نفسيتنا. فالوطن ما يعوض. والله الوطن عزيز وغالي، وأعتقد أنه يعني يحتوي جملة من الأشياء اللي يشعر فيها الإنسان أو يمتلكها الإنسان. يعني أنا أعتقد الوطن هو جزء من شخصية الإنسان، يعني بداية حياته وطفولته وشبابه والمبادئ اللي يتعلمها والأخلاق اللي يتعلمها والذكريات الجميلة اللي عنده، هاي كلها تعني وطن. وبعدين أنا أتخيل كمان إنه إحنا تعلمنا وتربينا بالعراق إنه كرامة وعزة الإنسان الكرامة وعزة وطنه، سواء كان ساكن فيه أو هو خارج الوطن. فالوطن هو شيء كبير جدا أنا أعتقد، وإنه هو شيء جميل، وحب الوطن هو شيء ينغرس فينا من إحنا أطفال ونغرسه بنفوس أولادنا. الوطن كلمة كبيرة على القواميس حقيقة. الوطن العصفور عشه، ووطن الحاكم عرشه، ووطن السياسي مصلحته. لكن المفهوم العام للوطن هي هذه البقعة من أرض الله التي يحس بها الإنسان، يحس بالانتماء إليها.
بالنسبة لنا كعراقيين هناك أوطان، يعني كل العراقيين مؤمنين بالأمتين، معظم العراقيين الإسلامية ثم العربية ثم العراق ثم المدينة وثم إلى آخره. بالنسبة لي أحمل وطني في داخلي وأجوب أصقاع الأرض، ولا توجد تسمية للوطن غير العراق. سلاما عالعراق وبردا النار، من نار الفتن من كيد الأشرار. سلاما عالعراق وبردا النار، من نار الفتن من كيد الأشرار. سلام الله على بلادي، على أخواني وعلى أولادي. سلام الله على بلادي، على أخواني وعلى أولادي. بغداد ومدارسها على دجلة ونوارسها، بغداد ومدارسها جوامعها وكنائسها، عين الله تحرسها. سلاما على العراق وبردا النار. الوطن يعني مو كلمة أو مصطلح، الوطن يعني شيء لا يوصف مثلاً. يعني مثل أنا بالنسبة لي أمثل الروح في داخل الجسد. الجسد من غير روح ما يؤدي وظيفة، أو فاني بالمعنى العلمي. الروح هي اللي تحرك الجسد، إذا خرجت الروح من الجسد فالجسد عاطل عن العمل. فالوطن هو الروح، فالوطن هو الروح. كلمة وطن ما لا أقدر يمكن أعبر عنها أكثر من أنها أم الأسرة، العائلة، الارتباط الوثيق الذي لا يمكن أن ينفك عنه الإنسان مهما ابتعد ومهما تغرب ومهما شطت به الدار، لكن يبقى قضية الارتباط مع الأم، وارتباط مع الأصل، وارتباط مع البلد، وارتباط مع الدار، وارتباط مع الأهل، أمر لا ينفك منه الإنسان. وحقيقة يعني لاحظنا من خلال التجوال ومن خلال الذهاب بعيدا وقريبا أنه كثير من الناس مهما حاول أن يعني يلبس ثوب آخر، لكن سيبقى أنه أنت فلاني. فيبقى قضية الوطن وقضية البلد يعني لا تنفك عن المسمى ولا تنفك عن الذات. لكن يعني كما قلت يمكن أعبر عنها بتعبير جميل، لأنه أنا حقيقة يعني أقدر أقول أنه الوطن هو الأم. يعني حب الوطن يبقى ثابت مهما تغيرت الظروف ومهما صارت من أحداث، فالوطن هو الوطن، يبقى يعيش في القلب ومع الوجدان. الوطن شيء ثمين لا يمكن أن يتخلى عنه أي إنسان، فتبقى المحبة في القلب ومهما بعدنا أرضاً ولكن لن نبعد قلباً، ومشاعرنا دائماً مع الوطن، وفي كل لحظة يدق قلبي بحب الوطن. الوطن هو الحياة، هو الأرض، هو البقعة التي نشأنا عليها وترعرعنا وحبونا وكبرنا ومشينا وركضنا وراء العلم والثقافة والحياة الكريمة.
فالحياة بدون هواء ما ممكن، بدون غذاء، بدون ثقافة، بدون علم لا حياة. فإذا هذه هي الأسس التي تنبني عليها الحياة والتي نجدها في الوطن. يا مليكة عمري إنني ظمئ ترقرقي كفرات الله وانسكبي، أنت الرواء لمن أودى به عطش، لأملأن بشهد فضته قربي، لا ينكر الفضل من أرضعته خلقا، يا للفخار وقد أرضعتني أدبي. يا قلب لا تنتبه للخلق تسحرهم، مدائن زينت بالماس والذهب، كن أنت عاشق أم الأرض أجمعها واربع عن البهرج الموشوم بالعطب. الوطن العرض والبشر والمقومات الحياتية، الوطن الوضع النفسي والإرهاصات التي نعيشها. مهما ابتعدنا عن الوطن تبقى أنفسنا متعلقة بالوطن وبروح الوطن، ومتابعتنا لأمور الوطن ليس تكلف بل جزء من تركيبتنا، لأن هذا الوطن ساهمنا بقدر ما في العيش فيه، والوطن كان وراء كثير من مما حصلنا عليه من تعليم أو وسائل عيش أو إقامة أو سكن وغير ذلك. الوطن هي الرئة التي نتنفس منها. الوطن المسافات لا تبعدنا عن الوطن، لأن الوطن معنا في الحلم وفي المنام، والوطن معنا في كل لحظة. دقيت بابك يا عيا يا وطن، دقيت بابك يا وطن وأنا غريب ببابك، دقيت بابك يا وطن وأنا غريب 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 ببابك. الوطن هو حب انتماء، ليس فقط رقعة جغرافية يعيش عليها مجموعة من البشر، لها حدود ولها مكونات. الوطن أنا برأيي مثل الأم الحنونة التي ترعى أطفالها وتسقى من أجل توفير لقمة العيش لهم. الوطن هو الهوية التي تصنع الكيان لتلك المجموعة البشرية. الوطن ما يتعوض، أبد ما يتعوض، بكل شيء ما يتعوض، أبد ما يتعوض. صوت 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 تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون. الوطن حقيقة هو الأب، هو الأم، هو الشقيق، هو الشقيقة، هو الأسرة، هو المجتمع، هو كل شيء. فعندما نأتي ونقول ماذا يعني، بالتأكيد أن الجوارح والعواطف والأحاسيس التي تغوص في أعماقنا حقيقة حول ماذا يعني الوطن؟ كلمة كبيرة، ماذا يعني الوطن؟ الوطن هذه الثلاث حروف بالتأكيد لها مغزى في داخلي، بالتأكيد لها بعد نفسي حقيقي. وعندما يكون الوطن هو العراق فماذا يعني؟ عندما نقول ماذا يعني الوطن بالمجمل العام، وعندما نقول بالمجمل الخاص ماذا يعني العراق؟ وطن العراق، هذا العراق الذي هو رئة العالم، الذي هو قلب العالم،
رغم الموجات ورغم ما مر به من أحداث وكوارث وأزمات تاريخية وعصرت ولا تزال، ولكن يبقى العراق هو العراق، العراق في نفوس أهله، العراق أينما حلوا أينما رحلوا. لا يمكن لعراقي عاش في العراق وشرب من ماء دجلة والفرات وترعرع في صباه وفي شبابه في تلك التربة الغنية، التربة العزيزة، لا يمكن له أن ينسى العراق، العراق لا يمكن أن ينسى، العراق لا يمكن أن ينسى. عندي الوطن، كل ما أحكي لك عن الوطن ما يكفي. قال الوطن هو أبويا وهو أمي، هو قلت لك البصر مالي الوطن. أنا أبقى على حب الوطن وأبقى أدفع ضريبتي على حب الوطن إلى ما آخر نفس في روحي. وطننا مستحيل نعوفه، مستحيل نعوفه. الوطن بالنسبة لي هو الرافدين، هو العراق بكل مكوناته، هو الموصل، هو البصرة، هو دهوك، كركوك، الحلة، كربلاء، بغداد، الأعظمية، الكاظمية، هو مسحاة أبي، هو فأس أمي، هو كل ما ترعرعنا عليه ونشأنا عليه، هو المدرسة الابتدائية التي درست فيها في منطقة ريفية. الوطن هو مشاعر، أحاسيس، ذكريات، لا يمكن نسيانها ولا يمكن أن تفارق الإنسان في أي مرحلة من مراحل حياته. أعيش بغربتي وأي وحشة الروح، الروح وحشة، الروح بلا أهل بلا ناس بلا وطن وحشة. أعيش بغربتي وأي وحشة الروح، صابر محتسب يا رب على بابك، عسى يوم الوطن، عسى يوم الوطن يتعافى ونعود. وهذا أمنيات كل العراقيين، أمنيات كل العراق بالخارج، هي هاي أمنيته. عسى يوم الوطن يتعافى ونعود وكون أول شخص، عسى يوم الوطن يتعافى ونعود وكون أول شخص على خلاقك. أبقانا إلهم ممنون، قلبي بهواهم مسكون. بصراحة عنديش وطن؟ نعم الحمد لله ما زال عندي وطن، رغم أني أعيش برا الغربة وأسافر وألف بالعالم، ولكن استنى عندي شعور أنه أنا عندي وطن هو العراق وأحبه وأنتمي إليه وأفتخر فيه ولا يمكن أني أتخلى عنه. تبقين عراقية؟ نعم عراقية وقلبي عراقي ما أتغير. شكرا جزيلا. شكرا لك.